عام دراسي جديد، خصك تتعلم كيفاش تبدأ بطاقة جديدة، تنسى كاع السلبيات اللي دازو عليك العام الأعوام اللي فات، سواء كنتي التاسعة سانكيا ولا باك ما كيهمش، المهم هو انك تتعلم كيفاش تحفز راسك براسك. انا اكيد اننا حنايا كاملين كنبداو العام بديك الطاقه ديال انه غادي نخدمو، غادي نكونو حيا الاولى في القسم، غادي نجيبو داك العام بالنقطه، ولكن غالبا ما كيوقع لك واحد انكسار ملي كتدخل وكتلقى داكشي كتير عليك، كتلقى داكشي نتا عمرك قريتي، كتلقى النيفو طالع، فدائما ما كيوقع لك احباط. ولكن هنا فين خصك تدارك الموقف وتتغلب على داك الاحباط اللي جاك، وتقدر انك توصل رغم دوك الاعاقات والصعوبات اللي كيواجهوك. ففي بروميير اني باك، وكيف ما ديما كنقول لكم، انه ماشي ضروري ديك كثره الخدمه، تقدر تخدم شويه ويكون عندك واحد المحصول اللي وافير وغني، ولكن تقدر تخدم بزاف في الاخر يزغدي ليك المحصول فاشل وما صالح لوالو. فحنايا ما كاينلاش نخليو حتى يجي العام ونلقاو داكشي كثير علينا، نداركو الموقف ما حدنا باقي في العطله. فاول حاجه غادي ديرها هو انك تشوف راسك واش شاد دروس السانكيام. طبعا ما غاديش تشوف راسك واش شاد دروس السانكيام كاملين، وانما غادي تشوف راسك واش شاد الدروس الملائمه للشعبه ديالك. فمثلا الا كنتي سيونس مات، كاين واحد الدروس اللي خصك ضروري تشدهم بحال لي زونسومبل، بحال لوغ دون ار، هادشي كامل خصك تشدو قبل ما تطلع لسيونس مات. نفس الحاجه بالنسبه لسيونس اكس، ونفس الحاجه بالنسبه للايكونومي، ونفس الحاجه بالنسبه حتى للاداب. هادشي كنهضر على المواد العلميه، يعني مات فيزيك اس في تي. ضروري خصكم تشوفوا الدروس العام اللي فات الملائمه للشعبه ديالكم وتراجعوهم. كيفاش غادي ديروا؟ غتدخلوا تو سامبلومون الالو سكول وغتشوفوا الشعبه ديالكم اللي تقراو العام الجاي. يعني الا كنتي داير بروميير اني باك سيونس مات، فغادي تدخل الالو سكول بروميير اني باك سيونس مات، وغادي تشوف المواد اللي بغيتي مات ولا فيزيك ولا اس في تي، تكتبهم في ورقه وتبقى تشوف. هاد الدرس هذا ديجا قرينا في حاله في السانكيام، الو هاد الدرس داك الدرس اللي قرينا في حاله في السانكيام، هذاك الدرس خصك تمشي وتراجعه. طبعا ما كنقول لكم شي مراجعه شامله اللي غتبقاو تشدوا الفيديو وتفرجوا فيه وتشدوا عاوتاني فيديو اخر ديال التمارين وتخدموا التمارين والسلاسل، لا محتاج. فقط انكم تفرجوا في واحد الفيديو، انكم تسترجعوا داكشي اللي كنتو نتوما ديجا فاهمينه في السانكيام. هادشي المواد العلميه غتعملوا واحد المذكره او لا نوت او اللي كان، وغتكتبوا فيه تو دو ليست. هنايا غتبقاو تكتبوا الدروس اللي خصكم توجدوا. حنايا سالينا مع المواد العلميه، وغتكونوا دابا كتبتوا واحد جوج دروس ديال المات خصكم ضروري تراجعوهم، دروس ديال الفيزيك، دروس ديال الاس في تي اللي خصكم تراجعوهم وترجعوا تطلعوا عليهم شويه. في نفس الليست غادي تبدا توجد الدروس الجهوي. طبعا الا كنتي سيونس اكس سيونس مات ايكونومي، راه نفس الدروس كيف ما بغيتي تكون. غادي تدوزو في الاجتماعيات، العربيه، التربيه الاسلاميه والفرنسي. اول حاجه الاجتماعيات غتنساوها دابا في العطله، ما عندكم ما ديروا بها، غتبقاو تبريباريو ليها مع العام، داكشي ساهل وبسيط. اسهل ماده في الجهويه الاجتماعيات. ثاني ماده هي العربيه، العربيه ما تستهنوش باللغه العربيه، راه هي اصعب ماده في الجهوي. واخا كتبان لكم بلي داكشي ديالها بسيط، الدروس ديال اللغه ديالها بساطين بزاف، داكشي اللي كتقراو راه بسيط، ولكن ملي كتحطوا امام الامر الواقع وكتهزوا جهاوي وكتبداو تخدموا، اسئله النيفو طالع، وداكشي مستحيل تخدموه الا ما كنتوش عارفين المنهجيه ديالو. ولكن واخا هكاك نساو دابا شي حاجه سميتها الاجتماعيات والعربيه، حتى العام مع العام يعني مع الامتحانات والفروض ديال الاقسام نتوما تبقاو تخدموهم وتعرفوا شنو خصكم تضبطوا وشنو خصكم تنساو. غندوزو لجوج مواد اخرين اللي هما الفرنسي والتربيه الاسلاميه. غنبداو بالتربيه الاسلاميه. اول حاجه سوره يوسف خصكم تكونوا حافظينها، ماكسيموم ديالها تكونوا حافظينه، يعني حفظتوا النص راه مزيان، حفظتوا الربع راه مزيان، حفظتوا بقى لكم واحد التمون في الاخر راه مزيان. شحال ما حفظتوا راه كينقص لكم الخدمه بزاف، خصوصا في داك الاول كتحفظوا وكتبقاو عايشين داك الاول العام بخير، ما ناقصكم حتى حاجه. كيجي امتحان كتلقى انت ديجا داك الجزء حافظه، ما كتعذبش بزاف الصراحه، ولكن قد ما حفظتيها كامله قد ما تنقص عليك الخدمه بزاف، حيت في الدوره الثانيه غيكون عندك خدمه اكثر. فما حيتك المواد العلميه، ما حيتك تبدا تحفظ المواد الادبيه بحال الاجتماعيات والدروس اللي يعني كبارين، ما حيتك تكمل سورة يوسف اللي هي الاخر ديالها شويه معقد وصعيب. فغادي تزيدوا في ديك الليست اللي عملتو انكم سورة يوسف خصها تحفظ. ديروا شي بروغرام مثلا 4 الايات في النهار، تقطلقوها في الدار، ديروا 5 الايات في النهار على حسب نتوما الجهد ديالكم والوقت ديالكم والقدرات ديالكم. غادي نجيو للفرنسي اللي بزاف ديال التلاميذ كتشكل لهم واحد العائق كبير، واغلبيه منكم دابا راه خايف وكيقول انا ما عنديش مع الفرنسي، النيفو ديالي في الفرنسي ضعيف، غادي نمشي خصني نكتب برودكسيون اكريت. فما تخافوش، يعني داكشي راه بسيط، كتحفظوا واحد المنهجيه وكتمشيو تبقاو تحطوها للاسئله ديالكم في اكسبرسيو كريت، فبلا ما تحمقوا راسكم.
ولكن غادي نقدر نقول لكم انه ما تحتاج الفرونسي في برودكسيون اكريت قد ما غتحتاجوها في الكومبريونسيون، يعني خصكم غتقراو الغومو ولكن خصكم نتوما كيفاش تعبروا عليها، كيفاش تقولوا الراي ديالكم في شي حاجه، يعني بحال هادشي غتحتاجوا فيها النيفو ديال الفرونسي يكون طالع. فلذلك عندكم بزاف ديال الحلول صراحه. اول حاجه لا بواط ميغفي خصكم تحيدوها عليكم هاد العطله، يعني غتقراو لا بواط ميغفي وتحيدوها عليكم وتهناو منها. عندكم بزاف ديال الطرق باش تقراوها، ولكن صراحه احسن طريقه نقدر ننصحكم بها هي ان قناه مولاي السلطان. انا نخلي لكم في الاخر الفيديو كاع القنوات اللي كنت كنخدم بهم بكاع في كاع المواد. قناه مولاي السلطان راه كيهضر كيقرا الغومون بالعربيه وانتم كتبعوا معاه بالفرنسي، اذا ما كاينش ما احسن من هذه الطريقه. تقدروا تساليوا لا بواط ميغفي في 12 يوم. الا كنتوا فقط كتخدموا شابيتر في النهار، يعني شابيتر واحد في النهار وهي فيها 12 شابيتر، غتساليوها في 12 يوم حتى ل 13 يوم 14 يوم ماكسيموم. ما تفكروش في اونتيغون الديرني جور دان كونداني، حيت راه ما بساطين الصراحه. واخا الديرني جور دان كونداني فرونسي ديالها شويه طالعه ولكن سهله وقصيره، يعني ماشي شي حاجه طويله اللي تاخذ لكم الوقت. لا بوت ميرفي هي اكثر غومون طويله وفيها الاحداث بزاف، والصراحه الا ما شديتوهاش دابا في العطله غتجيكم صعيبه باش تشدوها في العام، حيت الاساتذه راه ما كيخدموش معكم الغومون باج باج وسطر بسطر، راه كيبقاو يعطيوكم النصوص هكا عشوائيه من الوسط وكتخدموها وصافي، يعني ما كتقراوهاش كامله. ولكن في الجهابي تقدر تحط لكم اي نص من الروايه ابار لا بواط ميرفي. حابه لو انكم تبداو تطوروا من الفرونسي ديالكم، كيفاش غادي ديروا؟ غتبقاو تكتبوا برودكسيون اكريت في السيمانه، يعني كل مره في السيمانه كتبوا برودكسيون اكريت وتبقاو تقراوها او حفظوها كاع. الا حفظتوها غتكون شي حاجه حسن بزاف. تبقاو تحفظوها كل نهار اكسبرسيون كريت، كل سيمانه عفوا اكسبرسيون كريت، راه غادي تطول لكم الفرونسي ديالكم بزاف. راه ما بقى دابا غير 4 سيمانات ولا 5 سيمانات باش تبدا القرايه، ف اكسبرسيون كريت في النهار في السيمانه راه ما غاديش تدي لكم بزاف. 5 ديال اكسبرسيون كريت من هنايا لولد العام تكونوا حفظتوهم وشديتوهم، راه غادي يزيدوا يطلعوا من النيفو ديالكم في الفرونسي. الا درتو غير هادشي في العطله انكم راجعتو الدروس السانكيان في المواد العلميه، بريباريتو لا بوط ميرفي وبديتو كتحسنوا من المستوى ديالكم في اللغه الفرنسيه وكذلك تراث يوسف تحفظوها، راه غتنقصوا لكم الخدمه بزاف صراحه، وغادي يدخل العام وانتم مرتاحين، يعني داك الخوف اللي غايجيكم في الاول العام ما يبقاش يجيكم، غتحسوا بلي راه العام بخير وداكشي كامل نتوما قاريينو وماشي صعيب، وغايجيكم داكشي ساهل بزاف الا حيدتو لكم هادشي هذا. في دوك جوج سيمانات الاخرى حاولوا توقفوا، تكونوا ساليتوا، الا كنتوا ساليتوا هادشي هذا اللي قلت لكم فغيكون حسن. حاولوا توقفوا، سيروا خرجوا، بداو تشريو حاجه جديده ديال المدرسه، بقاو تقدوا بلايصكم القرايه اللي كتقراو فيهم، شدوا داكشي اللي كنتوا كتفرشوه ولا كنتوا كتلبسوا في الدار، حاولوا تسبنوا، حاولوا تزيدوا الطاقه الايجابيه لراسكم. اخر حاجه غنقول لك، ما تبقاش تسمع لهضره الناس، ما تبقاوش تدخلوا لي كومونتير وتبقاو تقراو دوك الناس اللي اصلا هما ما كيديروا والو في حياتهم، حدين غير المسلسلات والخروج واللعب، يعني هما اصلا ما كيديروش واحد المجهود عكسك انت اللي اصلا كتخدم وباغي توصل. فما تبقاوش تسمعوا ديك الهضره. اي بروغرام تحط ليك اولا اي درس تحط ليك اولا كتاب تحط ليك الا وانت راك قادر باش انك تقراه. الهدف من دوك الاساتذه اللي كيحطوا الجهويات والامتحانات راه ماشي باش يحصلوك وباش يديروا لك شي حاجه صعيبه اللي انت ما تقدرش عليها، فقط عقلك اللي كيقول لك دوك الحاجات، اما هما بغاو غير يختبروك في داكشي اللي قريتي. يعني اي حاجه غتشدها بغيتي تبدا تقراها حاول تاخدها على الطريقه السهله، ما تبقاوش تصعبوا عليكم الامور، سيروا ديما الطريقه السهله. غنخليكم دابا مع لي شين اللي كنت كنتبع، يعني اللي كنت خدامه معاهم في كاع المواد التربيه الاسلاميه عربيه فرونسي مات فيزيك اي في تي، اللي عاونوني بزاف. وحاولوا ما تركزوش على غير اليوتيوب، سيروا شوفوا حتى فيسبوك وانستغرام راه كيكونوا فيه داكشي واعر بزاف. هادو هما القنوات اللي كنت كنخدم بهم صراحه، هادو ماشي قنوات معروفين بزاف، كاين منهم اللي معروفين ولكن ماشي كلهم، يعني كاينين القنوات اللي واخا كتبحث في الريسيرش ما كيطلعوا ليكش غابرين، ولكن راه داكشي اللي كيعطيو المحتوى ديالهم راه زوين بزاف بالنسبه للتلاميذ ديال اولى باك. كاينه واحد لاباج فيسبوك سميتها مجموعه مدارس اسبانيا، حتى هي راه زوينه بزاف وكتعاونكم في المواد ديال الجهوي. ما تنساوش كذلك انكم تدخلوا الجروب ديال تيليجرام، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، راه تما كنتعاونوا وشي كيعاون شي حتى كنوصلوا ان شاء الله. في الاخر دابا غادي نحط لكم كل ليشين هكا بعادين باش تسكرينيهم او تسكرينيهم، واي حاجه باقي بغيتوها حطوها لي في لي كومونتير، غنحطها في الفيديو الجاي ان شاء الله.